الصناعات العسكرية حاضرة في معرض الجزائر الدولي عبر مؤسسات ناشطة في مجال تصنيع المحركات وقطع الغيار إلى جانب العتاد العسكري. العديد منها يهدف إلى تحقيق التكامل بين الصناعات العسكرية ومختلف الهيئات العمومية والمؤسسات الاقتصادية للدفع بقاطرة الصناعة الوطنية. تساهم القاعدة المركزية للإمداد في هذه الطبعة للصالون الدولي للجزائر لأول مرة ببعض القطع الغيار وبعض المنتوجات المصنعة محليا على مستوى القاعدة، وهذا لإبراز قدراتها من ناحية تصنيع قطع الغيار سواء للمستوى العسكري أو المستوى المدني. مؤسسة تجديد عدد سيارات هي مؤسسة ذات طابع اقتصادي تقوم بتجديد مختلف العربات المدرعة المدولبة، تجديد العربات الوزن الثقيل وزن الخفيف، كما تقوم أيضا بتصنيع بعض من قطع الغيار الخاصة بسلاسل التجديد، وذلك الذي يسمح بتقليص من فاتورة الاستيراد هذه القطع الغيار. منتجات ذات جودة ونوعية بمواصفات عالمية هو ما تسعى الصناعات العسكرية لتحقيقه في مختلف القطاعات لا سيما الميكانيكية منها، الأمر الذي سمح برفع نسبة الإدماج للعديد من المؤسسات العسكرية الناشطة في المجال. هدف مجمع ترقية الصناعات الميكانيكية هو رفع إدماج المحلي الوطني بالنسبة لكل المؤسسات المدنية والعسكرية منها. كيف ذلك؟ بحيث أن مازال النشاط نتاعنا عندما نقوم بإنتاج هذه الأجزاء أو قطع الغيار فهي تذهب إلى منتوج نهائي، هذا المنتوج النهائي هو اللي راح يرفع نسبة الإدماج نتاعه. مساهمة مؤسسات الصناعة العسكرية في توسيع شبكات المناولة من شأنه أن يساهم في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج الصناعي الوطني وخفض فاتورة الواردات وفتح آفاق للتصدير.